أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي على أن التعليم العالي بقطاعيه الحكومي والخاص هو أحد أهم القطاعات التي شملتها ورعتها الرؤية الشاملة لجلالة الملك المفدى، حيث تم التركيز على الجودة لتتناسب مع متطلبات سوق العمل في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات منتدى إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي الخامس الذي عقدته هيئة جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو تحت عنوان ضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي لتحسين جودة المخرجات وتوظيف الخريجين بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال جودة التعليم العالي. من جانبها أكدت ممثل المعهد الدولي للتخطيط التربوي التابع لليونسكو الدكتورة ميكيلا مارتن أن هذه المشاركة تأتي ضمن العديد من مشاركات والمنظمات والهيئات والمعاهد التابعة لمنظمة اليونسكو في مؤتمرات ومنتديات هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين، وهذا يفتح أفق الشراكة الفاعلة بين الهيئة وبين المعهد الدولي التابع لليونسكو.